من طلعت في اوروبا الشرقيه بولونيا اوكرانيا كذا يعني وقت لي نعتمدوا تعريض الصدر كطريقه للصدر النساء كطريقه للاحتجاج على خاطر هي سيتونيماج شوكونت ولا يرى غادي فما خصوصيات اجتماعيه وثقافيه وحضاريه معينه يلزم ناخذوها ان كونسيديراسيون اللي هي بالضروره زادة مختلفه جدا على لهنا يعني ظهر لي ما فماش اون با اكسبيري تو لي مويان معناها نتاع حريه التعبير باش نولوا نجيبوا كوبي كولي وسائل اخرى في مجتمعات اخرى ونرشون يعني تقليد الاعمى معناها يا اما نتنقبوا ونغطيوا نوليو ساشيات ولا نعبيوا واحنا جمله الوسط ما نعرفوهوش دونك بور سيكسبريمي اوتون كون فام تونيزيان يفو تونيغ بون ضد معناها ضد الظلاميه وضد هالشيء اللي جاينا بس ما با دير ان عمي روحي كومبليتمون خاطر هذاك سي سي سا في بارتي دو موا وحاجه ملكي انا بيرسونيلمون كونتر على خاطر ماهيش فاسون باش واحد يعبر ولا يوصل حاجه به. انا جو سوي كونتر خاطر ماهيش فاسون تاع اكسبرسيون بون ما تعجبنيش. ساعه اول حاجه دينا ما قلناش هكيكا باش نعبروا على راينا واحدة تمشي تعري روح هذه أول حاجة كنت نجم تعبر بفاصون أخرى يعني تكتب تحكي تقول شنية ذيك كي عريت وبرا العبيد بالعكس انتقدوها عريت روحها كيكا زيد لطف يا ربي جمهور يحب يسألك لباس خير جسدها حرة فيها ليك كل واحد زيد حر معناها ما جيش حرية تعدى حرية غيرك فهمت شنو نقصد سي دو لا بروستيتيسيون كهو لا حرية لا حقوق لا حد شيء خاطر عمره ما كان هكاك والله انا كاسلامي ما عندي ما نعلق ما عندي ما نعلق شو نحكي عليه يعني حتى هذيك باش نعملوا لها حاجه ناكلوها مهب العباد بسيكوبات عباد ما نعرفش انا مانيش فيهم بالحق مانيش فيهم عباره لا 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 والله ما عندي ما نحكي قسم بالله ما عندي ما نحكي انا طفله ولا ذيك طفله ما نتصورش احنا توينسا وعنا عادات وعنا تقاليد ومش به جملة اللي هي تبين معارية روحها كمان ما احنا في بلد اسلامي مانيش اسلاميين اما مسلمين وحاجة مش به هي جملة وحاجة ماسطة على الاخر رأي واحد وها واحد معناها نسلغ معناها مستهلش ليه بالعقل خاطر انا تفرجت في فيديو بوها عمل جلطة امها دركي فيش خوها مسكينة درك بلي اخوها بنا وجهها بشي قبل العبيطة حتى لو كان جيت مزيانة تعري في روحها ذيك ليه بالحق برد فدليك معناها ذيك مزيانة تعري في روحها وذيك مش تمثل المرأة التونسية ليها الحش هذيك عورت على البنات حتى بناتنا يعروا كل شيء ما عروش هكاكا لبسوا الميني لبسوا العارية بروتير اما مش واحدة عرت وصلت عرت هكاكا طيحت قيمة الطفلة كل كانت نجم تحامي على المرأة برياكسيون اخرى في من هذيك اللغة هذه متاع ناس متخلفين عندي انا نسيت روحي اللي هي في شعب مسلم ناس مصلين ناس تخاف ربي عندك الجسد نتاعك في دارك هذاك تتصرف فيه مش تجي قدام العباد وتخرج هكاك يعني انا عندي انا متخلفه هذيك سيكوبات انا نقول اللي هالظاهره هذه نابعه من مجتمع لست منه ولست اليه وبصراحه يعني للاحتجاج من يريد معناتها انا واحد من الناس معناتها اذا باش نعبر على رايي على احتجاجي مانيش في حاجه باش ناخذ تظاهرات جايه من الخارج معناتها باش نعبر على مقصودي لكن نحترم قمام الاختيار هذا لا سون كومونتير والله الم يحزني كبيرا من الحكايه طلعت بها نحن ماشيين هكا وهي زيت عملت لنا هكا في البلاد الحكايه والله بالحق ما تورينيش حاشمه اللي انا بنيه والله ولا حاشمه والله مستوى حيواني انا حيواني عري روح ويمشي اما المراه عمرها كانت وسيله باش تعري روح مش فعلا مش فعلا بهره خايبه بهره ما تعجبش بكل